سي تراكوري ممتازه ممتازه هذه الكره والهدف الاول ممتازه هذه الكره والهدف الاول لصالح شانغتون في هذه الاونه بعد تبريره كانت رائعه في ظهر الدفاع وكره عمليه المناوره ثم الثالث في مرر ممتازه 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 والهدف ولا اروع ولا اروع هذا الهدف هذه التوليفه الرائعه عمليه ثلاثيه طبعا البحث عن الكرات العالية الكرات الطويلة التي يمكن أن يستغلها المنتخب فرصة والهدف يأتي هاول اللعب السهل والسريع والموفق فيه شميث في هذه الكرة عرف كيف يستغل